تحيه لقناتكم المتواصله ويانا دائما. احنا اليوم اول شيء نطالب بالتثبيت على الملاك الدائم، هاي النقطه. والنقطه الثانيه نطالب مستحقات العشرين 9 أشهر. والنقطه الثالثه نطالب باعاده سلم الرواتب. يا رئيس الوزراء، يا رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، انت اليوم اجيت للاصلاح. اول اصلاح اريده من عندك تعاين لابناء البصره اللي طاو 95%، اللي البصره انطت منافذ حدوديه، البصره البقره الحلوبه. احنا اليوم نقول لك جوعانين، نقول لك تعبانين، نقول لك خدمنا، خدمنا وقدمنا بكل الدوائر، قدمنا بها الى الاحسن. احنا ما قصرنا بدوامنا. العتب على وزاره الماليه ورئيس الوزراء محمد الشياع السوداني ووزاره الماليه. يا وزاره الماليه، هو يستلم 300 الشهر، 300 الشهر وين يخليها؟ بيا حلق، شنو ينطي خبز يابس؟ راح ينطيهن للاجار. الله اكبر عليك يا وزاره الماليه، الله اكبر عليك. راح يعطيهن للاجار 300,000، ويظلون جهاله فاك حلوقتهم، شنو ياكلون تراب؟ اليوم اول ما تفكرون بسلم ورواتب، الناس تعبت، الناس جاعت، الناس غرت، عرت الناس، مع احتراماتي للناس الطيبين، لان تعبنا. تثبيتوا ماكو. كلنا الفساد. احنا عقود مديريه شباب ورياضه البصره، اليوم احنا متواجدين هنا للمطالبه برجاع حقوقنا، رجعنا للخدمه بعد ان خدمنا مده 10 أشهر. تفاجئنا بصدور كتاب انهاء خدماتنا من المديريه، وبحجج كلها واهيه، برغم من احنا عندنا كتاب تشغيل وامر اداري صادر من مديريه الشباب والرياضه وامر مباشره، بالاضافه الى الهويات وترويج معامله الماستر كارد لكل الموظفين، والوصولات موجوده عندنا. احنا بعد انعجزنا عن مطالبه الحكومه المحليه، نوجه مناشدتنا لدوله رئيس الوزراء، ونطالب من عنده انصاف هاي الناس. 447 عائله، شنو ذنبهم اليوم؟ فجاه يعني يقعدون الصبح يقولون لهم والله انتم ما لكم شيء يمنا، لا ماخذين راتب، لا ماخذين مستحقات. زين شنو هذا الدوام يومي 10 أشهر بالحر بالبرد؟ شنو ذنبنا احنا نتحمل هاي المسؤوليه؟ احنا بالتالي ما نتحمل اخطاء غيرنا، ومستمرين بهاي الخطوات ان شاء الله لحد تحقيق المطالب. احنا حاليا في مظاهرة امام مجلس النواب في محافظة البصرة. سبقا وان طالبنا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ضمن قرار 315، طالبنا بالتثبيت، لكن اي اجراء هسه حاليا ماكو. يوم يقولون المالية، يوم يقولون بيانات ما كاملة. احنا نريد من رئاسة الوزراء الجديدة، اجى رئيس الوزراء ووعد كل العراقيين، وعد كل العراقيين ان يعيشون برفاه، لكن اي رفاه ماكو، واي قرارات من هاي اللي حكى بيها ماكو، ما موجوده. هسه حاليا احنا من الصبح لحد هاي الساعه احنا امام مجلس النواب في محافظه البصره، لكن اي شخص ما طلع حكى ويانا او قال لنا
يابا شنو اللي مطالبكم وشنو اللي تردونه؟ احنا مطالبنا جدا بسيطة، رئيس الوزراء ان تسمعني او ان يوصل لك هذا التسجيل. الاخوان اللي موجودين هنا قرار 315 وافقتوا عليه، وافقتوا عليه، ولحد الان ما صدرتوا اي بيان بتثبيتهم او الحاقهم بدوائر الكهرباء اللي ثبتوها. فاحنا اللي نرجو من رئاسة الوزراء او من الاخوان مجلس النواب في محافظة البصرة الاصغاء الى قرار 315، وان تبقى الاحتجاجات مستمرة والاعتصامات امام مجلس النواب، امام مجلس النواب في محافظة البصرة. نطالب رئيس الوزراء بحل هذا الموضوع باسرع وقت ممكن. مظاهرتنا اليوم هي على مود إيصال رسالة إلى رئيس الوزراء، مطالبنا هي صرف مستحقات 2020 وتثبيت المحاضرين والعقود 2020 وتثبيت جميع دوائر 36 ألف درجة وظيفية ممن لديهم سنتين عقديتين، ومرت علينا طبعا 3 سنوات عقدية، وخدمنا احنا وسدينا شواغر وسدينا نقص في المدارس وخدمنا بما فيه كثير يعني قدمنا بهذا المجتمع. احنا رسالتنا اليوم لرئيس الوزراء انه ضمننا ضمن هاي الموازنة والتثبيت وصرف مستحقاتنا. احنا اليوم رسالتنا واضحة ومطالبنا نطلب مستحقات 2020 وكذلك انصافنا في التثبيت من مرت عليهم خدمة سنتين، وكذلك نؤكد على شغلة مهمة وضرورية باستثناء البصرة، محافظة البصرة واللي الكل يعرف أن محافظة البصرة هي 95% موازنة العراق من محافظة البصرة، لذلك نطالب بالنظر وإنصاف شباب أهل البصرة باستثنائهم من شرط الخدمة السنتين، لأن عندنا بعض الشباب أكثر من عائلة أنه باقي لها فد 10 أيام أو باقي لهم شهر، فإحنا نطالب ونؤكد على الاستثناء لمحافظة البصرة لأن البصرة تستاهل. أنصف هذه الشباب، قلت لك أكو بعض الشباب لهم يعني شهر أو 10 أيام في حتى تكمل خدمتهم العقدية تكون سنتين، وأشملهم جميعا بالتثبيت وأدخل الفرحة على أهالي العقود والعوائل الفقيرة وأنصف هذه الشباب. وإحنا إن طرق تصعيدية إذا تم تهميشنا متعمدا، نرجع للمربع الأول بالتالي نلجأ إلى قطع البصرة بالكامل عن بقية محافظات العراق. نحن شريعة 315 وهي الشريحة المظلومة، نحن نطالب بتثبيت العقود ومطالب بقطع الأراضي. نحن الشريحة اللي انظلمت تقريبا من مطالب يعني خاصة اللي لهم خدمة اللي 13 سنة واللي 4 سنوات واللي أكثر. نحن مطالبتنا بهذا اليوم ووقوفنا ووقوف هاي الناس لمطالبة بحقهم، ليس من جيب واحد احنا ماخذين ولا من أي أمر. هذه خاصة مناشدنا إلى رئيس الوزراء، نحن هذه وقفتنا متسالمة ومن بعدها تكون وقفة غير سالمة. احنا اللي جاي نكمل بياناتنا واللي جاي ندز توصل لبغداد تقول بأن نقص، إلى متى هذا الصبر وإلى متى نبقى نحن باقين احتجاجا ووقوفنا ومضروبين عن خاصة عن دوامنا. احنا خاصة انذار هذه المرة نكون متسالمة ومن بعدها غير متسالمة. مناشدنا إلى رئيس الوزراء باوعنا لين صبر، خلاص خلاص الصبر.
البطارية تخلص المشحن. شيلها يا هاي. والله اخوي اليوم طلعنا يعني ما هي مظاهره سلميه، احنا لا طالعين نعارك ولا طالعين نحرق ولا طالعين نسوي شيء، هي شباب الدوله عينتها. ثاني شيء هو رئيس الوزراء من طلع، هو اول ما طلع قال تثبيت كل العقود، ليش هسه لحد انا كمواطنه؟ يعني هاي الناس من تعينت وكتله نفسها، بين اللي مداوم شركه عارف شركته، وبين اللي يشتغل منه ومنه عارف شغله، واشتغلنا بالدوائر، احنا اللي 30000 هي اللي شالت الدوائر. المعامل هي شغلت 30000، البلدية جاشوا بالشارع كلها 30000، الصحة جاشوا فيها 30000، هسه من اجى وقت التثبيت 30000 جاي تختفي ليش؟ يعني هسه احنا معمل بتروكيماويات، انا احكي عن البتروكيماويات، البترو كان متوقف يعني متلاشي معمل واقف، اجت 30000 طلع انتاج واشتغل وكملنا كل شيء، انت لما جاي تريد تسوي اصلاح بالبصرة او بالبلد، انت تعال ابدا من البصرة. البصره هي تنور فاير، البصره هاي شبابها، شاب من يخسر كل شيء ترى بعد ما عنده شيء، انت اذا ما ثبتت باكر يقض الشارع. بدل ما معمل واقف راح توقف كل المعامل، يعني الناس هاي شنو ذنبها؟ يعني هاي العوائل هاي باكر اكبر لما يشرد ويقعد الشغل ماكو، لما يجي البنغالي يشتغل بالبصره وانا ابن البصره قاعد اباوع له، خليه يشتغل؟ ما راح اخليه يشتغل، انت لو تكون منصف وتبدي الاصلاح مالك بالتعيينات، لا تفتح مشاريع اذا ما تعين هاي الناس. عين، اخضع البطاله. وبعدين افتح مشاريع، ما حد راح يعرقل لك مشروع، مو انت معين لبنغالي وابن البصره قاعد، طبعا ما يخليه يشتغل. فانت من تقول لي اكو اصلاح، تعال ابني من البصره، تعال زور معامل البصره، شوف البصره ايش قد كانت تعبانه، وشوف الشباب ايش قد شالت من هذا التعب، وايش قد اشتغلت وايش قد مشت شغل بالبصره. فالمفروض هسه تبلش منا، من البصره وانطلق، يعني هي المحافظات الجنوبيه انظلمت، وهاي الشباب ما طالعه متبطره، طالعه تريد ابسط حقوقها هو التعيين. اليوم عقود قرار 315 36000 في البصرة، وعقود البلديات والمجار وكل عقود البصرة اليوم طالعة، الطالب بالتثبيت، عندنا خدمة سنتين عقدية مستوفين كل الشروط، ما عندنا تخصيص مالي كامل، كل الشروط مستوفينها، ثبتوا النفط 2000 بنفس القرار اللي شغلنا به، الكهرباء 3000 نفس القرار اللي شغلنا به، كلنا احنا ولد البصرة، بالحقوق مساوين، مثل ما سووا استثناء للكهرباء وللنفط يسوون استثناء، ونطالب بالتثبيت. كل شيء احنا لا قطاع الطرق ولا طالب بأشر ولا بطر، طالعين نطالب حقوقنا، وتصير يعني تصير تصير يعني تصير. كاظم الموت فارس كتفعل، الحاله وعدها وعد، الموت فارس كتفعل.
عليكم. نحن اليوم متظاهرنا امام مبنى البلديه، مجلس البلديه. نحن عقود 315 وزاره الصحه. انا ما قارب صار 8 سنوات خدمه عقد، وعندنا 15 سنه وعندنا 11 سنه. كل احنا اليوم متظاهرين امام المجلس، ولا واحد طلع لنا، ولا واحد تربينا، ولا واحد قال تمشني. اليوم سلميه، باكر ماكو سلميه بعد، باكر ننزل الشوارع شكو شارع انقطع بعد. بعد هذا حدنا انتهت كلش بعد يا صارنا تعيننا داومنا صارنا بالثمن تشهر تسعة تشهر رأسة ليلة بيوم اجى انهاء الخدمات اطلاقا، يعني فصلنا احنا اصحاب عوائل، كلها اصحاب عوائل وقاعدة بايجارات وكلها مؤجرة، والشباب كلها يعني عطالة بطالة، يعني هويات صدرت وعندنا هاي امر اداري ومباشرات. يعني ليش هيك الظلم؟ كنا احنا ولد البصرة نطالب رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني بالنظر لهاي الشباب. من 2011 للهسه كشي ما سوونا، كشي ما سوونا، لا حل لا شيء، لا تثبيت ولا قطع اراضي. عندنا جهال صاحب عوائل وداعدين اجار، شو تبيت نهايه 350 راتب؟ ما تعيش نهايه 350. اريد تثبيت احنا، نعم للتثبيت اريد. عقود البصرة لازم يتحولون على الملاك الدائم. البصرة اللي اعطوك خيارات 95%، البصرة اللي عانت. وارجع واقول ليش ابناء البصرة يتحولون من التثبيت؟ فاليوم بقوة وبشدة هاي الشباب الراقية المؤدبة اللي قدموا وانتجوا، طبعا انتجوا ثمار انتجوا في كل الدوائر وما عليهم قصور، وأعطوا خيرات يعني تعبوا. فاليوم حرام عليهم تبتتم على الملاك، عطيهم مستحقاتهم، مستحقات عندهم تسعة أشهر، يا بس صرفلهم على هاي الموازنة. كافي تعبوا وتعبوا إلى اليوم. طبعا إلى ما تعطي الأجير أجره راح يتعب، راح يطيح، عائلته منين يوكلها؟ وكل يوم، واليوم أقول كراعي مسؤول على رعيته، كما اليوم مسؤول على رعيتك. يا رئيس الوزراء الشعب البصري مسؤول من عندك، ومستحقات العشرين من عندك، والتفيت من عندك. يا وزارة المالية عايني بهاي القضية، يا وزارة المالية لا تقولي نحن ما عدنا فلوس، لا تقولي نحن ما عدنا. البصرة اللي جاي تنطيك، البصرة اللي جاي تنطيك ثمار، وخيرات البصرة رايحة لكردستان، خيرات البصرة رايحة منها. كافي، ولدنا وحوا صعدوا على السواتر، ولدنا انطوا دماء، البصرة انطى شهداء. للتثبيت، نعم للتثبيت، نعم للتثبيت.
يا بنطالب على مود التثبيت. هذا بلا جار وتعبانين وبضيم حالنا، ترى كل ان شاء الله وكذا وصاحبين عوايد 2013 2005 2004 يعني 2010 من كلهن زين، او هذا التعبان حتى شوف. تحولوا على الملاك الدائم.